الآن بمحفل زايد اليوم أنا خاطري طربا أبصغر بيوت القصيدة الحماسي أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان هوي جاب الشهادة بالتعب ما هي مشري أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربا أبصغر بيوت القصيد الحماسي أتخرج وإنجاز فخر أهل الشجعة وجاب الشهادة بالتعب ما هي مشري أبارك له التخريج بالقاف ولا الحال تبارك لك يا زايد واضرب لك تحية بعزمك وبالهمة القوية وفعول اسمك محمد راع الطيب والفزعه الحيه رفيع المقام الشهم والنادر كحيلان تلقى المدايح في اسمه معاليه السلايل هل الوقفه ثلاثه ورد دخل من ابو خشيم كلهم شجاعه وفروسي قبيل اهلها بالعز والمجد عالشه تواريخها تشهد وللناس مروي او بختامها عسى فالك التوفيق يا طيب النية هذي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربا أبصغر بيوت القصيد الحماسي أتخرج وإنجاز فخر أهل الشجعة وجاب الشهادة بالتعب ما هي مشري أبارك له التخريج بالقاف ولا الحال تبارك لك يا زايد واضرب لك محمد راع الطيب والفزعه الحيه رفيع المقام الشهم والنادر كحيلان تلقى المدايح في اسمه معاليه السلايل هل الوقفه ثلاثه ورد دخل من ابو خشيم كلهم شجاعه وفروسيه قبيل اهلها بالعز والمجد عالشه تواريخها تشهد وللناس مروي او بختامها سفالك التوفيق يا طيب النية وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 0505